مساء الخير مساء الرحماني. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بونسوار ازور تو الموند، اهلا وسهلا بالجميع في اللايف تاع اليوم 9 جانفي 2020. هانيئا بالعام الجديد لكل الشعب الجزائري، ميور فو بون اني ا تو لو بابل الجزائريان. ان شاء الله يكون عام خير، ان شاء الله يكون عام حل نهائي للأزمة السياسية اللي تعيشها الجزائر. ونفتحوا المواضيع. مسيو رحماني، لو تيتر دو لايف دوجوردي سي لن نخدع. اولا عنوان يعني اللايف تاع اليوم لن نخدع، حبينا نقولوا للطغمة الاستعمارية المتسلطة على الجزائر، اللي الناطق الرسمي نتاعها حاليا اسمه تفون والناس اللي معاه، لن نخدع. ما تخدعوناش بنوع من التوتر في ساحة ليبيا، ما تخدعوناش بنوع من التوتر في النيجر او في المالي او في موريتانيا او في اقطار اخرى متاخمة او في حدود الجزائر. ما تخدعونا بحتى أزمة خارجية تحبوا تستفادوا منها، وما تخدعونا بحتى حوار أو لم شمل أو وئام سياسي مبرمج مخطط من عندكم، يعني من عند العصابة المتآمرة على الجزائر. ما تخدعوناش كذلك بالناس اللي عندهم صفة مناضلين ثوريين لكن في الحقيقة مساندين للنظام، والدور نتاعهم هما يفشيو رسائل، دونك يديفوز ان ميساج كي دون لانتيري دو سو بوفوار سيليرا مافيو كي ديريج لالجيري. ما تخدعوناش، على الاقل ما تخدعوش نساء ورجال اللجنة الثورية للاتحاد والعمل الكرية، ما تخدعوش رجال ونساء الجبهة، جبهة القوى الحية، ما تخدعوش طبقة الوطنية الحقيقية الجزائرية. vous n'arriverez pas à tromper le CRUA, les femmes et les hommes du CRUA. vous n'arriverez pas à tromper les femmes et les hommes du Front des Forces Vives. et vous n'arriverez pas à tromper les Algériens nationalistes. الجيريانيست سي فيني، خلاص وقت تكلحونا بالدين وبالديانة، خلاص وقت تكلحونا بالثورة وبالثوريين المفوصين اللي انتم خلقتوهم وحطيتوهم لنا امثلة وقريتوهم لنا من اول سنة ابتدائي حتى الترمينال. خلاص الاكاذيب، خلاص الاخدوعة تاع استقلال الجزائر. الجزائر مازالت مستعمرة، مازالت محبية لقوى عظمى، مازال الجزائري موش سيد القرار في الجزائر. لكن الحمد لله تعبئة نتاع الشباب والنساء والرجال والشيوخ وحتى الأطفال مازالت متواصلة وتندد وتطالب بالحرية. Dieu soit loué, la mobilisation du peuple algérien elle est intacte. Les femmes, les enfants, les jeunes, les moins jeunes, tout âge confondu réclament la libération de l'Algérie, réclament la liberté et le droit de vivre dans un état libre et réellement indépendant, dans un état juste, un état de droit. Et c'est fini toutes les supercheries à caractère religieux ou culturel ou quelle qu'elle soit. L'Algérie, dans son fondement, est un pays dont la population est à plus de 98% amazigh par le fait d'histoire et de la science. Li ajbou l'hal ajbou ou li ma ajbouch يروح يقرأ
ولا ما حبش يقرا يخبط راسه للحيط. العنصر العربي غريب عندنا في الجزائر، هذه نحددها ونعاودها. لكن اللسان العربي غير غريب عندنا في الجزائر، لأنه أنا أعتبر أمازيغي معرب اللسان، لكن أمازيغي حر، ولا أنتمي إلى بطارق الصحراء بصفة مباشرة أو غير مباشرة. Donc, M. Rahmani, là, rejoint il a l'ouara. C'est-à-dire que le Hirak doit continuer pour un changement politique radical. Le Hirak, أولاً, لازمو يتهيكل حول قيادة أو مجموعة قيادات هو يختارها من أجل تشكيل قطب سياسي. Le Hirak, ce qu'on appelle le Hirak, j'aime pas le terme, mais le peuple révolté algérien doit s'organiser autour de direction politique. Je dis de direction, elles peuvent être multiples. لأنه دون التهيكل حول قيادة سياسية الشعب يوضع الثقة تاعو فيها، ما يقدرش الحراك ينتصر، محال. جماعة سلمية سلمية، سمعت ناس يقولوا سلمية سلمية وأثبتت الفعالية تاعها في دول أخرى. سميونا الدول. شكون؟ أوكرانيا. عندكم دول أخرين. أما الدول اللي نجحت فيها الثورة السلمية لكن بحاوية أوروبية تاع فرنسا والألمان والطليان والبرتغال وإسبانيا إكسترا، فهمونا، ما تهضروش للناس هضرة تكلخوا بها الشعب. C'est ce qu'ils font. هادو أبواق، هادو أبواق، c'est des caisses de résonance du pouvoir de manière indirecte. Arrêtez, habsou le kdeb al chab. Selmiya selmiya adat el dawra ntaha, khallasna minha. Lazem tomhou hawl qiyada siyasiya allati tkmel qiyada el thawra min ajl intisar. El intisar wach huwa? El marar ila marhala intiqaliya mu'attara min el nahiya el amniya, lakin marhala intiqaliya تكون القيادة فيها للتيارات السياسية المنبثقة عن الثورة الشعبية وليست التيارات السياسية المتخاذلة. المتخاذلة شكون التيارات السياسية المتخاذلة؟ كل الأحزاب اللي عندها اعتماد والأحزاب اللي ما عندهاش اعتماد وكانت تعمل تحت مظلة السلطة البوتفليقية وما قبلها. لانه بزاف الاحزاب مانيش حنسمي بصح نسمي ماليهم مقري ولا فافاس ولا رسيدي والنهضه وكاع وجيلالي سفيان وجيل جديد وزبيده عسول كاع هاد الخرده اللي درك حاليا تتمنى تسلم على الصباط نتاع تفون. D'ailleurs, monsieur Rahmani, à partir du moment où un président demande un dialogue avec son peuple, c'est qu'il est en position de faiblesse. C'est-à-dire qu'il est, c'est qu'il n'est pas légitime. Il n'est pas légitime d'une part, et il est en position de faiblesse. Exactement. Donc, il faut que chaque Jazaïri, maintenant, il faut qu'il soit sûr de lui, qu'il est très puissant. Quand il dit Chui Yabalk, classe. Oui, attends. Il faut que le peuple révolté se dote d'une direction ou deux directions politiques. Il le faut. لازم. أنا سمعت ثاني كذلك جمالي أتيري الاتنسيون دو بابل. سمعت ناس بزاف سو لي ريزو سوسيو قال لك الممثلين تاعنا في الحبس. منهم بوعقبة جورناليست. مسيو بوعقبة شكون الممثلين تاعك اللي في الحبس؟ تعرفهم؟ شكون هما؟ كريم طابو، نكاز، بالعربي، بومالا، برقعة، بن حديد، غديري، سميهم. شكون قال لك هادو هما الممثلين نتاع الشعب؟
شكون قال لك هادو الممثلين تاع الحراك؟ شكون انتبه تقول الممثلين هما اللي في الحبس؟ Non mais, monsieur Rahmani, on est plus de 42 millions d'Algériens. Donc, combien même s'il y a 10, 20 flaps, il y a quand même dans les 42 millions qui restent, il y a des Algériens, des élites qui peuvent pas représenter, mais prendre, diriger ce Hirak pour qu'il n'aille pas, parce qu'il est en train de, ils sont en train de tout faire pour le disloquer. Le Hirak a dit qu'ils sont faits. Je me dis que je compte. ناس ثوريين مناضلين احرار شخصيين ما عنديش معهم حاجه ضدهم لكن باش يجيو ناس ويحددوا انه الممثلين راهم في الحبس مع كل احتراماتي انا اللي في الحبس ما يمثلونيش كجزائري سي الممثلين راهم في الحبس الاخر الحراك سي ن نا بلو دو نا بلو دورينتاسيون alors que non il y a 42000 algériens les 42000 algériens on peut sortir des gens qui peuvent pas représenter le Hirak mais donner une directive. لكن الناس هادو حقيقة هما اللي يمثلوا الحراك في الجزائر. معناتها هاد الناس يمثلوا 42 مليون جزائري. يا سيدي روحوا خرجوهم من الحبس. لكن عندهم قاعدة شعبية حقيقية. تروح تخرجهم بدل الحبس كيما دخلوهم بسلطة قهرية. نخرجوهم بحكم القوى الشعبية absolument دونك ما تجيوش تهضروا وتضلوا الناس الشعب عنده تيارات مختلفة لكن المجال في الجزائر مش مفتوح باش هاد التيارات انا سمعت ناس دي سوسيولوج اساتذة في الجامعات مختصين في القانون داروا دي لايف داروا دي ديكلاراسيون ما شاء الله يعني حتى كي نحبوا نديروا ثوره يا نعيطوا على الموتى يا نتبعوا المسجونين وين راح يكون النتيجه يا القبر يا الحبس مي سي با نورمال لازم الشعب يفيق سي ليبر مسيو رحماني سي تو يتحرر ويفيق السلطه للشعب السلطه للشعب انت هيكل وتنظم وافرز قيادات او تمحور حول قيادات لو بوفوار اي تو بابل على كونديسيون سينه كوانون كو لو بابل سورغانيز اوتور دون ديريكسيون بوليتيك او اوتور دو ديفيرونت ديريكسيون بوليتيك كي ايل ميم سونت اورغانيزي اوتور دون بلاتفورم بوليتيك بور فير فاس ا سو بوفوار اللي يقول لكم سلمية 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 وكملوا هك كذاب 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 وخبيث وعنده نوايا سياسية راهي استحالة علمية تاريخية سياسية قانونية استراتيجية عسكرية استحالة بكل المواصفات محال جستمون مسيو رحماني نشوفوا باللي ماغري الحراك في فينالي راه شاد طلع شوية لا فوا باش يسمعوك باسكو طاح لا فوا راهي سورت دو مانيبيلاسيون à chaque fois le parce que le pouvoir il détient regarde les médias de son côté les médias yeah. ils ont pas joué leur rôle donc huma ils leur font croire que bon pas bon c'est des gens compétents mais qui m'écoutent compétents je ne sais pas oui c'est vous qui le dites compétents je ne sais pas mais allez ne donne l'essentiel ils ont réussi à convaincre les gens blé هادو سي دو مونور دونك راهم في الحبس ما يلقش يكون كاين حوار دونك لا كونديسيون سي كونون قال لهم فهموا الناس باللي هادو يلقى لهم يخرجوا من الحبس باش يديروا حوار الوغ كي نكون نشوفوا في المطالب تاع الحراك من 22 سي با سا يخرجوهم سي با لو بلوز امبورطون دروك العصابه راهي تعاود تهيكل من جديد نشوفوا لي بارسون quelques exemples le nouveau directeur de la télévision c'est annoncé par le CISA par la FLN par la NAP fini de l'ouah de l'ouah parce que à travers la NAP le local de l'Ishar il a fait que les médias ils ont fait que parce que les médias sans publicité ils peuvent rien faire donc ils font toujours si il y a de l'arabie pour que les gens
يعني باسكو علاش ربما كي تستعمل اللغه الفرنسيه كاين كثير من الناس اللي يتبعونا ما يفهموهاش لانه حقيقه الله غالب. هذا من سكون ابل من جريمه المنظومه التعليميه في الجزائر. ما كاينش مشكل فوالا. دونك السيد يقول لي ماس ميديا يعني وسائل الاعلام في الجزائر خلقت نوع من المناخ الاعلامي اللي خلى الشعب يتجه نحو انه لا حوار ما دام هاد الناس مازالوا في السجن. يعني كاينه فرضيه انه يكون حوار تكون الناس هذه تخرج من السجن. الحوار لا مجال له. شوفوا نجيبها لكم طاي طاي باش نكون كلار واضح. اي نوع من انواع الحوار فهو انصياع، يعني في ظل هذا النظام الاستعماري المتسلط على الجزائر ما كان حتى حوار بأي صفة من الصفات أو لأي سبب من الأسباب يقدر يكون مع هاد الناس إلا في حالة واحدة. نو لأنه الديبار نتاعهم دركا لازمو دي كونديسيون، الديبار نتاعهم يكون مشروط أنه يجي التفون هذا اللي حطوه في منصب رئيس جمهورية افتراضي لأنه ما عنده شرعية، يعلن عن فتح مجال مرحلة انتقالية، يتنازل على منصب رئيس الجمهورية اللي استولى عليه بدون شرعية، مرحلة انتقالية لمدة سنة، تقوم الإدارة المركزية بتنظيم انتخابات لممثلين الشعب طريقة ديمقراطية لتسيير الجزائر على نظام برلماني في المرحلة الانتقالية. يعني المرحلة الانتقالية تكون عندها دو فاز، يعني مرحلتين، فاز 1 انتخاب ممثلين الشعب في ظروف جد نزيهة وشفافة، مرحلة 2 انتخاب رئيس الجمهورية بعد تنظيم قوانين الانتخابية من طرف السلطة المنتخبة من طرف الشعب على أساس برلماني. لكن تفون أي حوار مع تفون يعتبر اعتراف ضمني أنه رئيس الجمهورية. أي حوار كاين الناس لاعبينها فاهمين أيها الشعب الجزائري، لاعبينها رقيين كرافاتا وكوستيم وكذا وكوب مليحة وكذا، ويقول لك وي مي نو فوا بريزيدون دو لا ريبوبليك ولازمنا رئيس جمهورية والأوضاع العالمية. نيات والو ما كاش، كامل خرطي كامل كذب. لن تخدعوا الشعب الجزائري، الهضرة لازمها تكون موضوعية براغماتية. تو ديسكور دوات اتر براغماتيك اي اوبجيكتيف. لو بوبل دو ديسيدي، لو بوبل اي لو ديسيدور، لو بوبل سي لوي كي ديتيان لو بوفوار ريال. الشعب صاحب السلطه الحقيقيه والفعليه، الشعب هو اللي قرر، الشعب هو اللي يقدر يوافق على اي مجال يفتح من اجل التغيير السياسي. لكن لا حوار مع العصابات. نقول لكم حاجة، لكن تحاوروا مع تبون، اللي يتحاور مع تبون ماذا بينا يطلب رسميا أنه يرجع بوتفليقة للحكم، لأنه الشرعية تاع بوتفليقة أكثر من تاع تبون. نقولوا طاي طاي تقبل تبون؟ لا لا، بوتفليقة خير من تبون كي نعودوا في الطحين، بوتفليقة خير. راح دايوت جايبين لنا دايوت واحد اخر، ها دايوت نعرفو خير من دايوت ما نعرفوش. اي سي تو monsieur Rahman. Il y a des gens qui n'ont pas compris quand on a parlé de monsieur Tabou et Boumala en prison. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas parce qu'ils sont en prison
que tout doit tourner autour des gens qui sont en prison. C'est-à-dire qu'en fait, le chab, il faut qu'il te note d'homme avec ou sans ce qui se passe. Que le gouvernement, il veut faire un chantage au peuple. Les gens qui ont posé des questions, oui. En français ou en arabe De tout, c'est un peu de tout. C'est qu'ils n'ont rien compris. D'accord, ouais. Je vais vous répondre. Ouais. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لوبجيكتيف لا ليبرتي دالجيري استقلال الجزائر يديونا حنا كل الحبس والله يقضيو علينا والله يغتالونا والله يقتلونا بو امبورت الهدف استقلال الجزائر حرية الجزائر ما عندناش لا ألوهية لا شخصنا لا تأليه أي واحد حس أن الواجب السياسي نتاعو أنه ينتفض فذلك فضلا من الله وما عندوش فضل على الشعب. ما كانش واحد يجي يقول عندي مزية على الشعب والله عندي فضل على الشعب. لازم الشعب يفهمها هكا كمالة. جيبوا لي غدوان الكاز وقولوا لي رجل سياسي إن شاء الله يخرج من الحبس. لكن السيد اللي البارح كان يقول جو سو بلو فرونسي كو دو غول ومترشح في لي ميري وفي الانتخابات نتاع فرنسا اكسيتيرا وتجيب غدوه تقول لي انت او تصوري كبير يونا مار اسيدي برك انا من الكذب يونا مار دو بونسونج يونا مار اون ا دوتر ديفي تاع الصح ايكونوميك سوسيال دي ديفي استراتيجيك جيوستراتيجيك dans notre région, dans le monde, il y en a marre de l'équipe de Bessidi. Il y en a marre. Sur Hamani, Monsieur Tebboune, avant la campagne, s'il te plaît, Monsieur Tebboune, évite le monsieur. Ce n'est pas un monsieur. C'est un boule Tebboune. Je vais le Tebboune, si tu veux. Je vais le téléphone. Mais allez, je vais le chercher. Mais allez, je vais le chercher. Le mouhim, on va dire que c'est un boule Tebboune. Et jusqu'à maintenant, aucune procédure n'a été faite. Le plus grave, c'est le plus grave. كي شغل الشيء اللي دار هذا في من 99 من 2019 هو اللي زعما هو بريء دونك لا ريان الى فوتي ايون بيرمي دو يا استاذ على السؤال تاعك الاجابه واضحه انا نقولها للشعب الجزائري ايها الشعب الجزائري هل ضمن في راسك بلي السجون الجزائرية كانت عسكرية أم مدنية يعني أحسن يعني بلو بروتيجي كالسجون الأمريكية يعني أحسن من غوانتانامو غوانتانامو خرجوا منه التصاور غوانتانامو خرجوا منه الفيديو غوانتانامو خرجوا منه التيموانياج كون جات العصابة في الحبس أيها الشعب الجزائري ما كانش تصويرة صغيرة تخرج ما كانش تيموانياج أنا ويحيى كي شتو الكرومة تاعو قلت تاع الحلوف اسمح لي كل جام دارو فهمونا برك اسمعوا يفك 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 الصارات الحق وقت لازم شي هاد المسرحيات يحبسوا هاد السيرك يحبس هاد السيرك يحبس احنا قلناها مرارا وتكرارا كاين ناس كي قلنا كي كان البقره حي قال لك كيفاش يا ودي بقره الاركان احنا نتصدوا له علاش لانه هو الناطق الرسمي دوكا بقره الاركان راح عاد عندنا التفون هذا نتصدوا للتفون لكن حقيقه التصدي تاعنا للنظام القائم اللي حاكم الجزائر من 62 لقيت زبل ان 63 كاسكي فالي ريان دو تو
ماشي الاسماء والشخصيات. على بالنا باللي النظام الاستعماري في الجزائر عنده الكلاب نتاعو يدي منهم، وكي ما يلقاش منهم يدي من الجرو ولادهم، يعني الكلاب الصغار نتاعهم. يا لا بروف، حكومه تبون، حكومه تاع ديك لوشار تاع ديك غينيول، ما عندهم حتى كفاءه، يتمسخر بش... يعني حكومه تبون تفون، هذا c'est une insulte à l'intelligence algérienne. تعتبر يعني تطيح قدر للذكاء نتاع الشعب الجزائري، تطيح قدر للجزائري كشخص. او شيء ما يدخلش للعقل. وكاين الناس ما زالت تتهجد سلمية سلمية، لن نتخلى عن السلمية، صحاب العنف لا، انا من صحاب العنف، ومن بعد تبعوني تربحوا، تقعدوا في سلمية سلمية، وخرجوا الثلاثة والاربعة والخميس والجمعة والسبت والحد، والله ما تقلقوا واحد، والله ما تحيروا واحد، غير نياكلوكم سلطة. D'ailleurs, monsieur Rahman, ils sont en train de gagner du temps. Oui, non, le pouvoir illégitime en Algérie a gagné la bataille. ربح المعركة. مازال ما ربحش الحرب، لأنه التعبئة مازالت في الشارع، لكن ربح المعركة. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, monsieur Rahmani? Parce que. Ils veulent. Bon, ça, c'est le cinéma. C'est pour. Revoir la constitution. Comme on a fait lire la constitution, ils veulent la. Enfin, n'importe quoi. C'est, pour moi, c'est, on ne va pas parler de ça parce que c'est de la perte de temps. Parce qu'il n'y a ni président, ni gouvernement, ni constitution. Exactement. Et on passe à un président illégitime. Voilà, tout simplement. Qui revoit la constitution. Ouais. Elle sera illégitime. Illégitime. Donc, voilà. C'est de la perte de temps. Il vaut mieux se concentrer sur voilà. L'objectif. كاين حاجه، الرئيس الحالي اللي حطوه سنه قياده الاركان العسكريه في الجزائر، رئيس غير رسمي غير شرعي، مرفوض. كل ما يدير مرفوض، حكومته مرفوضه، كلش مرفوض. دونك سي با لا بين ساتاردي سور سور دي فوتيليتي. لكن حاجه ماذا بيا نوضح للشعب الجزائري، الجزائري حقا، انا ما نقولش كلمه الاحرار لانه جاتنا من الخليج. الجزائريين، الجزائريين تاع الصح، على بالي بلي فاهمين حاجة جد هامة، أن الحرية تنتزع ولا تعطى ولا تهدى. لا ليبرتي سا ساراش سا نو سوفر با سا ساراش. التاريخ يقول هك، تاريخ الأمم يقول هك، تاريخ الأمم يقول هك، القرآن يقول هك. Monsieur Rahmani, est-ce qu'on peut, est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer? Avec des mots tout simples, parce que je sais que c'est très compliqué, la situation libyenne. Parce qu'aujourd'hui, trop de patanique. Bon. أولا قضية حاليا قضية ليبيا هي راح. On va commencer d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en Iran? Parce que je pense que tout, le commencement, pour que les, pour que l'Algérie comprend. C'est simple. Où est-ce que l'Iran? Bon. أولاً راح نحضر على الموضوع هذا طريقة منهجية سريعة دقيقة. بعد. اللي يحب استفسارات يقدر يطالع وحده. أولا قضية الأمريكان وإيران. أولا إيران عايشة أزمة اجتماعية، عندها مظاهرات وفوضى إكسترا على قضية
الطاقة الشرائية الاقتصادية اكسترا 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 ضد لي مولاه سكون ابل صحاب العمايم في ايران. الامريكان عنده ازمة سياسية، ترامب حابين يحاوزوه، بطاطي بطاطا السوق اللي صاير في الامريكان. تروا لا تركي عندها ان بروبليم ايكونوميك ان بروبليم فينانسي ان بروبليم مونيتار، عندها مشكلة. دونك هادو صحاب المشاكل صح. امريكان بالنسبة لي قضية سهلة، خلق سيناريو تاع مشكل مع ايران. اولا من الناحية الاقتصادية يصعد البترول، لانه شكون يبيع في البترول في العالم؟ امريكان. شكون يستخرج فيه؟ امريكان. شكون ينتج فيه؟ امريكان. المستفيد الاول شكون؟ امريكان. اقتصاديا ايران لما كاينه اون مناص على بلادها اوتوماتيكمون الشعب نتاعها يركح ويتم حوار حول القياده نتاعو، لانه كاين عدو خارجي راح يواجهه. تركيا سي تري سامبل، تركيا سي تان سو تريتون تاع امريكان. اي واحد يقول نتحالفوا مع تركيا فهو خائن المصالح الجزائريه. تحالف مع الحكومه الليبيه اللي حنا نرتضوها بيان سور، ما نهضرش على حفتر ولا خفتر، هذاك ما جابو مدح في قصيده، هذاك ينضرب بالكف ويتعفس، هذاك سيت ان شيان مردو، هذاك كلب ماشي كلب براسه، كلب بطار، البيديغري تاعو اصلا موش معروف. احنا بالنا حفتر وش يسوى وش يكون، شكون وراه وشكون قدامه. حفتر اصلا انبطح في التشاد وني قصلو في الجزائر ديريكتور من الانبطاح. احترام للناس اللي يسمعوا فينا. هذاك اصلا ما عنده لا حنكة استراتيجية لا عسكرية لا والو، لي تشاديا داوه من الفراش نتاعو. دونك مسيو رحماني تتاديا رانا كوم سي كون فويي ان فيلم امريكان، يعني سيناريو مي مانيفيك، يعني هوليوود اون ديريكت. لي تورك فوالا سي دي سو تريتون دي امريكان كي اريف en Libye. D'accord. Donc ils ont créé un problème en Iran, mais en réalité, leur but c'est quoi? C'est d'arriver aux frontières. D'attirer l'attention vers l'Iran. Et la Turquie, elle arrive à l'aise en Afrique du Nord. Il y a des traqués du Braha, l'Afrique chamalia. لأنه إفريقيا الشمالية ومنطقة الساحل فيهم قوتين، 70% منطقة نفوذ فرنسي، 30% منطقة نفوذ بريطاني. دخلوا عاملين اثنين روس أمريكان شوية في النيجر والمالي، بعض القوات كما قلنا احنا المحتشمة، لكن بتواجد تركيا اللي هي من ضمن الحلف الاطلسي في بارتي دو لوطون، سي كوم سي اون ميتي لو درابو امريكان. ميتنو لا غران لو غران بروبليم سي كوا، ما هو اختصاص الاتراك؟ شكون كان يدخل الارهابيين تاع داعش ويدعم صفوف داعش في سوريا والعراق؟ الترك بإعاز من شكون؟ من الامريكان. شكون كان يشري البترول والغاز نتاع العراق ويحولوا سلاح ومؤونة وإعانات لداعش؟ الترك. كي تجيب لي اون فيرمين كيما الترك تحطها لي في الحدود نتاع الجزائر تدخل لي لي تيرورست، واش حاب دير لي على هذه؟ بعض التيارات الاسلاميه نتحالفوا مع الترك ونحاوزوا مصر. لا لا، ما نتحالفوا مع حتى واحد، احنا نتحالفوا مع شمال افريقيا. اذا كان راح يكون تحالف مع ليبيا، مع ليبيا، موريتانيا، تونس، مروك، مالي، نيجر، تشاد، من اجل دحر كل قوة اجنبية في ليبيا. ما ساق حتى واحد، لا يجيني من المحيط الأطلسي، لا يجيني من مضيق البوسفور ويحط
العلامات نتاعو عندي. والناس اللي تحب تحالف مع تركيا نقول لهم روحوا ديروا الجنسيه التركيه واللي تراك، احنا ما نتحالفوش مع تركيا، لان الدوله العثمانيه في الجزائر كانت استعمار. استعمار تاريخ هذا برك انا من الكذب. استعمار البايات والدايات مستعمرين. دونك مسيو رحماني c'est vraiment un film Hollywood, hein, c'est-à-dire que les Américains via les Turcs veulent s'installer l'Afrique du Nord. Exact. C'est-à-dire que schématiquement, حابين يدخلوا هذه هي. Voilà. OK, يدخلوا le شمال إفريقيا. C'est pour exploiter les hydrocarbures. شوف. أيوا الشعب الجزائري بون غادي نهضروها دوكا. والطلبة تاعنا لي زيتيديون تاعنا يفهموها ويفهموها للشعب. صارت حادثة على مستوى الأسواق المالية في العالم. وي دايوغ فا بارلي دو لا سوسيتي بالعقل باش نوضحوا للناس فإيضاح كيفاش شركة أرامكو دخلت للبورصة العالمية. شكون هي هذه شركة أرامكو؟ أكبر شركة في العالم تاع المحروقات، شركة سعودية توزن 1700 مليار دولار. واو. ما معناه تدخل الأسواق البورصة العالمية؟ معناتها الشركة هذه فتحت لو كابيتال نتاعها رأس المال نتاعها للبنوك العالمية لا فينانس انترناسيونال. لما فتحت الشركة هذه للبنوك العالمية رأس المال نتاعها واش صرا هنا؟ قضية المحروقات غاز اي بترول بقات منطقة واحدة، منطقة الساحل، نوعا ما حرة. دونك اللي يستحوذ عليها لكان الامريكان استحوذوا على الساحل، سيطروا حقيقة على مجال المحروقات في العالم. القوة اللي تستحوذ على الساحل راح تكون هناك ثلاث اقطاب سيطر على المحروقات في العالم: الولايات المتحدة الأمريكية، ضيف إليها كل قارات أمريكا عدا بعض الدول، روسيا بمخزوناتها الخاصة التي لا تعد ولا تحصى، إلى زون مينا يعني أفريقيا دو نور والشرق الأوسط. اللي يستحوذ على منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط استحوذ على ثلثي طاقة سكون أبل لي زينرجي فوسيل دون لو موند. بالاستحواذ على هذه الطاقة يكون هناك ضغط كذلك على من؟ على أول اقتصاد في العالم اللي هو أوروبا. باش الشعب يفهم، لا بروميير ايكونومي دون لو موند سي لوروب. سو سون ني لي إتاتزوني ني لا شين ني كيكونك. لوروب إي لا بروميير ايكونومي مونديال. سا فو دير كوا؟ سا فو دير لوروب، لافنير دو لوروب إي راتاشي أ لافريك دو نور. Si l'Europe perd son avantage avec l'Afrique du Nord, si c'est récupéré par les Américains ou par une autre entité, l'Europe sera à la merci sur le plan énergétique de la puissance qui va récupérer l'Algérie, la Libye, le Tchad et le Sahel. Sachant que l'autre partie d'Afrique
j'en parle pas parce que les sous-dominations anglophones, et là, ça se passe très bien et personne ne touche à ça. L'Irhab, il est dans la zone francophone, c'est à se poser des questions. Oui. Ça. Plus que ça comme explication, ما نعرفش كيفاش نقول نقول لا بوزيسيون ديالي نقول لكم مي ما نعرفش نقول اوترمون باسكو سي تري تكنيك سي تري تكنيك بصح مسيو رحماني لا بوزيسيون ديال الجيري باسكو سي تري تكنيك دونك لارمي الجيريان اون سي كيل اي بيرفورمانت او نيفو تكنيك دونك اي كونيس اي ساف اكزاكتومون كومون comment il faut faire et qu'est-ce qu'il faut faire et à quel moment il faut faire. Je vais vous répondre. Ouais. Je l'ai dit dans un live maqbel. Goul ça fait live maqbel. Lama nahki à la qadit Libya ou Sahel. Ma nahdarch manish nahdar bah yismahni tafon ou la li maha. Lianou ana handi had nas لا اعتبار لهم. Je pense même pas qu'ils puissent gérer ça. Non, لا اعتبار لهم. في الموضوع هذا انا اضعف خلق الله واحد كيما تفون نقول له ريح 6 مترات بعيد عليا. في الموضوع هذا ما تهضرش معايا. الهضره هنا مع قياده الاركان التقنيه. على بالهم عارفين اكزاكتومون الطور اللي يقدر لانه ليبيا قضيه امنيه قضيه امنيه دونك قضيه عسكريه قضيه عسكريه خارج الحدود قضيه استخباراتيه مادام الجيش نتاعنا راح يكون امبليكي معناتها قضيه الاستعلامات العسكريه البحثه دونك لي رونسينيمون ميليتير اون بريوريتي الدور نتاع الجزائر والواجب نتاع الجزائر اولا ليبيا شعب اخ شعب شقيق دول سوتونير سمعت ناس تقول كاين الحدود وعندنا مشكل في الارض مع الحدود ما كانش دوله تقدر ترجع عن الحدود الاستعماريه لانه اللي يهضر على حدود الجزائر معناتها يهضر على لبنان وفلسطين وسوريا والأردن والبنغلاديش والهند والباكستان والكشمير وفهل المجرة دونك لا رجوع عن الحدود الموروثة عن الاستعمار دونك الموضوع هذا ما كانش خوف منه هذه رقم واحد رقم اثنين قضية ليبيا مش قضية دبلوماسية قضية عسكرية بدرجة أولى لأنها قضية أمنية قضية دبلوماسية سياسية بدرجة ثانية مساندة الشعب الليبي الحر مساندة قيادة حكومة سراج لكن ماشي مساندة عمياء باش الناس ما يغلطونيش مساندة براغماتية أمنية اللي ناخذ بها عين الاعتبار مصلحة المنطقة الشمال إفريقية درجة ثانية لكن مصلحة الجزائر بدرجة أولى تجيب لي الإرهاب وتحطه لي في الحدود نرحيك قبل ما تجيبه حكومة سراج عليها الانطواء تحت لواء القيادات العسكرية الجزائرية لأنه ولات قضية أمنية تجيب لي إرهابيين بالطيارات امبورتاسيون وتجيب لي تراكا سوتريطون الحدود نتاعي نرحيك موش سراج لي ديسيدي لانه الامن نتاعي هنا انا عندي سيدي ماشي سراج ماشي تركيا ماشي الامريكان ما
ماشي فرنسا، ماشي حفتر، ماشي الامارات، ماشي قطر. هنا الامن نتاعي انا، انا نديسيدي وعندها الامكانيات باش نديسيديو ونكونوا حنا اصحاب القرار. وكما تقول الايه، وان طائفتان من المسلمين اقتتلا، باش ما نغلطش ربما مانيش حافظها قد سمحوا لي الناس، فقاتلوا الفئه التي بغت حتى تفيع الى امر الله. اذا اقتضى الامر نقاتل حفتر، نقاتل مصر، الامارات، تركيا، قطر، اي فئه تريد ان تبغي هذه الجزائر. كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس، من كان يبغي ودنا فعلى السعه والرحب، ومن كان يبغي ذلنا فله المهانه والحرب. هذا عبد الحميد بن باديس قالها. ايها الشعب الجزائري، ايمان بصح موش سلميه سلميه، من كان يبغي ودنا، قالكم واش نديروا معاه، ومن كان يبغي ذلنا فله المهانه والحرب. لا ادلال للشعب الجزائري، والامن نتاع الجزائر من امن المنطقه الشمال افريقيا والساحل، ومن امن افريقيا، ومن امن البحر الابيض المتوسط. كما ما نسمحش انه الارهاب يتخم الحدود نتاعنا، ما نسمحش انه الارهاب يطلع من مناطق سوداء الى اوروبا، كما ما نسمحش انه الارهاب يكون عنده وسائل باش يتحرك في العالم. شي رحمني، اسكو مون بونسي با كو بوندون لو سورتي نهار الجمعه الشعب الجزائري يساند الشعب الليبي، كون بيس لونتوندر باسكو بور لي ريفانديكاسيون. Est-ce que c'est pas une bonne idée que Charles Jazairi et Sen et Charles Libi qui rejoue le vendredi et le mardi? Mais Sen, en fait, les... parce que ça sera, c'est un pays voisin et un pays frère. Charles Libi, حاليًا فرق متناحرة. كي فين سند الشعب الليبي وهو فرق متناحرة. إحنا سند الحكومة المتخمة الحدود نتاعنا اللي اعترف بها المجتمع الدولي، على شرط انه سراج هذا كي تقول الجزائر بسم الله الرحمن الرحيم يقول امين، وما عندوش خيار. جايب لي العدو الحدود نتاعي نرمو نقطع لك راسك، لكن انا حنقول لك نساندك. لا لا، حتى مترك عدو، دولة تستعمل الإرهاب والدواعش والقاعدة لأجل إرضاء مصالحها الاقتصادية والسياسية ومصالحها الاستعمارية العثمانية، مش عدو. لازم شوفوا، لازم الشعب يفهم حاجة، ما كانش الهضرة، مول الدراع يهدر، اللي ما عندوش الدراع واحد ما يسمع له. هادو راهم في الارض نتاعنا، في الحدود نتاعنا، حدود مفترضه، لانه كل مد الجزائري طوموبيل في الصحراء ونقول له طراسي، كل ما نحبسوش يلقى روحو في ليبيا. Monsieur Chahmani, je pense on n'a pas intérêt à ce qu'on trouve le conflit. L'Algérie a des enjeux politiques, des enjeux militaires, des enjeux économiques. Pour préserver ces enjeux, on a un peu de temps. Il y 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 a un peu de temps. تحصلت تعرف حكاية تجحا، قالوا النار في الغابة، قالوا ما لحقتش للدشرة، قالوا في الدشرة، قالوا ما لحقتش لداري، قالوا حرق صدارك، قالوا الحمد لله ماشي في راسي. كي تشعل النار نام خارج الفيلاج في الغابة،
يفو نحبسها في الغابة باش ما تلحقش للفيلاج، ولا لحقت للفيلاج يفو نحبسها باش ما تلحقش لداري. مالا لحقت لدارك راسك انت، روح ادفنو في التراب كيف كيف. تين سارا ريان تين تاسم نيجاتيف ان باي نيجاتيف سانز انفيرغو سانز امبيسيون ما كانش منها عمرها لا كانت. دايور كاين مثال يقول، نقول بالفرنسية صاب بالعربية من بعد، لا مير ديفونس سي لاطاك، احسن دفاع هو الهجوم. اللي قالها ما كانش بغل سيزون تسو لار دو لا غير، ويقراوها في كل الاكاديميات. كل الحصون سقطت ما عدا بعض الاقليات، لكن الحصون اللي ما سقطتش اللي الجيش نتاعها دافع من وراء الحصون ماشي من داخل الحصون. دونك لا اون سو ديريج فينغر با انغر با نيسيسيرمون انغر اي سيل فو لا غير بوركوا با. مي كيس سون لي كونسيكونس، كيس سون لي كونسيكونس اون كاد دو غير، كيس سون لي كونسيكونس بور باغ اكزومبل بور لاجيري، كيس سون لي كونسيكونس بينيفيك 1000% بينيفيك 1000%. كونت اون ديفون نو تيريتوار سا بوتيتر كو بينيفيك. On a les moyens, on a la logistique, on a la géographie en notre faveur. Elles ne peuvent être que bénéfiques. Ainsi dit Malish. Aïe, on a droit à Soukia. Redouatiji, avec Blilma, Bina, le Bouhaïra avec Dakhilia, Bina ou Libya. غدوة تجي شركات عالمية تبومبي الماء هذاك بسرعة خارقة، تبعتو لمصر والسودان ولا تحكمو نتا. يظهر لي جواب صحيح، انا نجوب شي يسمعوك الناس، تحكمو نتا. بارك الله فيك، باش تكون نتا محافظ على المياه الجوفية نتاعك لما تكون مهددة حتى خارج الحدود. نخرج إثيوبيا حابة دير باراج على النيل، ما قدرتش علاه، انه مصالح مصر مهددة. مصر قالت لها ديري باراج عندك لاريك الحرب، ما كانش منها خرطي وخرافات. فصايا شعب جزائري، نهضر بالعفوية تاعي، لكن وكان كل احترام للشعب الجزائري، ما نحترمش الكذابين الصفطائيين اي لي زيسكرو والناس اللي تابعين دول الاخرين، ما نحترمهمش كاع ونفضحهم ونعريهم. دايوغ مسيو رحماني، دونك سيت كريز ليبيان لا فرانس سيل سرا اكسكلو سي. Je vous dis une chose, si la Turquie arrive à s'établir en Libye, l'Algérie est foutue et l'Europe avec. Pour qu'on soit clair. Comment se fait-il qu'ils vont, c'est quoi, la France va abdiquer? C'est pas la France, ouais, ce n'est bon, pas mon problème. Non, c'est son problème. Je suis pas français. C'est son problème. Monsieur Rahmani, on a des pieds blancs en Algérie. Là, la France doit défendre ses intérêts, c'est son problème, c'est pas le mien du tout. Moi, je parle de l'Algérie. انا الجزائري نطلع الجزائر، فرنسا ما تهمنيش مصالحها. فرنسا يا سي غراند باش تحمي مصالحها، انا نهضر على الجزائر ومصالح الجزائر. سيتو فرنسا ما مانتيريس با سي سون بروبليم، هاي لو جير ال ميم. دونك مسيو رحماني، دونك كيل كونساي بور الشعب الجزائري de continuer le hirak. اولا لازم الشعب يفرق الحراك والثوره الشعبيه لتغيير النظام حاجه، والقضايا الدوليه حاجه اخرى فقط. ما يكلحوكمش يقول لكم ها كاين الخطر في الحدود وقعدوا في الدار. لا لا، نحيوك انت، لانه حتى ولا كاين خطر في الحدود كما قلتها في اللايف المقبل، تفون
غير أهل لتسيير المرحلة الحالية، لا كانت اقتصادية أم سياسية أم جيوستراتيجية دولية. تفون غير صالح، غير كفء وما عندوش الكفاءات. Bien, monsieur Rahman. Je voulais juste poser une question sur, sur l'Iran, avec ce qui se passe chez eux. Ils ont quand même accepté que les États-Unis tuent un de ses généraux. Pourquoi ? C'est clair, comme de l'ordre, madame. C'est un général qui est devenu tout puissant en Irak, qui a tissé des liens politiques extrêmement dangereux en Irak pour l'autorité iranienne. Donc il allait rendre une puissance à l'Iran. Pourquoi ils l'ont tué ? Non, à l'Iran pas, et l'Irak. L'Irak. Pas à l'Iran. Un peu pour lui-même. Donc, se débarrasser de quelqu'un comme ça, c'est monnaie courante dans le système politique. Quand quelqu'un devient puissant et qu'il n'a pas les alliances nécessaires, on le tue. On le liquide. Bien sûr, on ne compare pas Hadat Iran à Bagat Al-Arkantan Ali Kasfor. C'est pas la même. Non, c'est pas la même donne. La crise cardiaque, Maktlouch. On s'en fout. Maktlouch, et c'est pas la même. Maktlouch, il dit l'autopsie. A transféré le corps Théo, ou dit la Suisse, il dit l'autopsie. C'est tout. Maktlouch, je vais l'arcane. Et bien, tu la Suisse, autopsie. Maintenant, je t'ai fait comme une dit la Suisse, il dit l'autopsie. Mais je vais Smaïl Amari, Mohamed Amari, beaucoup de liquidations physiques politiques durant l'autopsie. Exactement. C'est tout. C'est le même procédé. Ils ont tous des crises cardiaques. Ils ont tous subi exactement pareil. Hein. Une injection assez vite. Il n'y a pas témoin. Quand il y a des crises cardiaques, il y a des morts. Ils sont toujours chauffés. Qui est Oudhendek, général, professeur en médecine. Il signe un certificat pour les Bouteflika, mais elle valide. Même quand on t'a dit que tu as 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 dit que justement, je reviens sur le Moussel Salada. Lui, on a une information, mais c'est officiel, c'est pas confirmé. Un site africain, mais je ne sais pas. Ils annoncent le suicide à Saïd Bouteflika dans l'hôpital. Non, on s'en fout. Il se suicide ou là, ou là, il meurt ou là. Ou même avant, quand ils disent qu'il est en train de crise de démence ou le vima, son incarcération, est-ce que vous ne pensez pas que Mouhawa l'a fait sortir ou l'a fait sortir de ce pays d'autre, juste pour faire oublier Saïd Bouteflika? Il y a un khilaf. Saïd, ma batchi l'a fait l'hôpital. Toufiq, ma batchi l'a fait l'hôpital. Tartag. ما باتش ليلة في الحبس يكون عريت سو سيرك ما نحبش الناس مع كل احتراماتي ليك ما نحب حتى واحد يزيد يسقساني على المسرحية هذه لا تشوف فيا كلون قدامك سقساني على الناس هذو لكن اسمح لي لكن هما أغبياء حاسبيني غبي كيفهم طرح لي السؤال هذا لكن كما يقولوا الثمر بيض نتاعهم هما عندي أنا لعب دراري داكور لعب دراري النظام البوتفليقي مازال كيما راه ما تبدلش النظام التوفيقي مازال كيما راه ما تبدلش برك صارت حاجه وحده باش ما نكونش متناقض مع لايف درت عام ونص لانه على بالي واش نهضر انا من الناس اللي حبالهم مش يهضروا حاجه وحده جهاز الاستعلامات الجزائري طمر من طرف توفيق شخصيا وهذا اللي خلى الجزائر في موقف جد حرج حاليا لانه بلاد دون جهاز مخابرات قوي تعتبر كإنسان عنده مرض الايدز فاقد المناعة تقسنيش على سعيد والسينما تاعهم وتوفيق طاح تكسر ظهره وجاب الكروسة وتطاق و عريتي فو عريتي اسمع جي با طون بارلو افيك ابسوليومون با ما عنديش وقت نضيعو مع التفاهات هذه اللي ما عندها حتى معنى الاكاذيب هذه اللي ما عندها حتى معنى
هدى فرعون هذا ونحاول هذا المينيستر نتاعها. هدى فرعون سي اون اسبيون نورمالمون يشرعوها بور انتيليجونس افيك لينمي، ذكاء مع العدو. سي نورمال لانها الخليله تاع ناصر بوتفليقه. سي نورمال هذه سي اون بروف بلي الكرو تاع بوتفليقه مازال يحتم. يا ولدي عندك مينيستر نوماوه البارح قريب يقول لهم بوتفليقه نبي مرسل احشم، قال لهم ربي بعث محمد الانسانيه بوتفليقه الجزائر. هذا التفون اللي حاطينه قال لهم اقسم بالله العلي العظيم غير اوتا يتم برنامج هذا بالزبل نتاعو مهما كانت الظروف ورانا فيها فواريتي. اي شويه ذاكره يا الشعب الجزائري، اي خمم شويه ولي لور شويه، عاود الكاسيطه تاعك شويه تفهم، تفهم شكون الشمايت هادو. ومازال ناس سلمية حققت. وين كنتم يوم 22 فبراير يا اللي راكم تهضروا درك على السلمية؟ وين تظاهرتوا؟ وين خرجتوا مع الشعب؟ نهار خرج نهار أخرج الشعب، وين كنتوا؟ والله كنت تتفرجوا من بعيد واش راح يصرى بعد تبداو تنابحوا كي الكلاب. انا نهضر لاني حر. تعرف معناتها حر؟ لا انتمي لحي واحد ولا اي شخصيه ولا اي دوله ولا اي تيار. انا جزائري محض حر وما نديرش لايف كل يوم، مانيش مسرحية. أنا كي ندير لايف للناس اللي قادرة تفهمو وتوزنو وتاخد منو اللب. مانيش هنا باش نبلبل والله مبعبع، مانيش إعلامي، مانيش جورناليست، مانيش محلل سياسي. أنا قائد حزب وقائد استراتيجي. اللي يوزن هضرتي يوزنها يفهمها، واللي ما يقدرش الله غالب عليه. ما عندي ما ندير له. ثم خو راك تشوف لي بروشان جو كيفاش غادي الحراك كومو يبغى يفولوي، اسكو يورا دو بوزيتيف؟ شوف كومو فوز اليزي لا سيتياسيون اكتويال. لو حراك سي تري سامبل، لاناليز لا سيتياسيون اكتويال اي تري سامبل. On a un peuple révolté, il faut que la révolte populaire se transforme en révolution. لازم الحراك الشعبي يتحول الى ثوره شعبيه مسيسه عندها قياده عندها مركزيه. على هذه احنا انشانا الكرويا الكرويا.org. يا جماعه الكرويا ماشي حزب، الكرويا فهمتها لكم قداه خطره، ماهوش حزب. رحماني ماهوش رئيس نتاع الكرويا، انا ناطق رسمي نتاع الكرويا با بلوس. نطلبوا لانه الكرويا يقبل كل التيارات على اساس انها تؤمن باستقلال الجزائر وتؤمن بالدوله القانونيه. اللي يجي للكرويا ويقول لي دوله اسلاميه نقولوا ديغاج، اللي يجي للكرويا ويقول لي ما على باليش حوار نقولوا ديغاج. زوج، استقلال الجزائر، الدوله القانونيه العادله، وين الماده القانونيه هي السلطه. خلاف هاد الشرطين ما نقبلوش في الكرويا. الناس ما سحقوش الناس كم شان حل خير من شكارة دبان. مش ما نقولش مثال واحد اخر، ما نسحقوش الناس المدرحة، ما نسحقوش الناس اللي ما عندهمش ايمان بالجزائر، ما نسحقوش الناس اللي ما عندهمش روح الوطنية، ما يسحقوش الناس اللي حابين ينسبونا للسعودية والإمارات والخليج. On veut pas ces gens-là. On n'en veut pas. Le curieux, il est algérien.
ناسيوناليست، لكن نقبلوا التيارات السياسية على مختلف أفكارها، لكن ما نقبلوش الانتماءات إلى خارج الوطن، ما نقبلوش الموالاة إلى خارج الوطن، ما نقبلوش الولاءات إلى خارج الوطن. وهنا نوزن لي متاعي الموالاة والولاءات، يعني les alliances et les allégeances. On refuse les gens qui font l'alliance avec d'autres entités en Algérie et les gens qui font l'allégeance à d'autres entités qu'algériennes. حتى من الإسلام الدين المحمدي على الطريقة الجزائرية. لا آل سعود لا آل بابلواد على الطريقة الجزائرية. سينو مرفوض. أي فكر منبثق من غير الجزائر، روح الجزائر، علماء الجزائر، مبدأ الجزائر، القرآن الكريم مرفوض من بود رفض تام عن جبهة القوى الحية. Est-ce qu'il y a des questions pour conclure ? Il y a trop de doubeb, bezef. Ils ont été refinancés certainement parce que l'arme au même Z où je suis un peu trop. Déjà la plupart, mais je même pas jazériens. Cheikh dans le Maroc, chef les Émirats, même dans la langue تاعهم et بعض القرودة من تاعنا حنايا. ما نقولش ربي يهديهم، ما نتمنى انا ما ندعي بالخير حتى رخيص باش نفهموا اللي قابل يخدم مع النظام هذا على عندي نار يسمى كلب من كلاب النظام. دونك خماج من الخماجات اللي الجزائر المستقبليه المستقله لازمها تتخلص منهم. ونقول للذباب نهضرش على الامارات ومصر اللي يخدموا في الجزائر، راكم في شيء بهايم لي ليست نتاعكم كاينين. غدوه كي تحرر الجزائر نجبدوكم بالواحد، لا عندكم الزهر ياخذوا حراقه ولا ما عندكمش الزهر اصلا يخرجوا طيحوا في جبهه القوى الحيه. نعتلكم واش معناتها الذباب الحقيقي اللي ياكل الجثث المتعفنه نتاعكم بعد الاعدام نتاعكم على سبيل المثال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا مستر أحمد.